الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم اليوم تحت العنوان Basic Rules، وديت عبارة عن مجموعة من المفاهيم والقواعد المهمة إن إحنا ناخد بالنا منها قبل ما نكتب كود الجافا سكريبت تبعنا. الرولز دي تتعلق باللغة، وفي رولز تتعلق باستخدامك انت او preferences، استخدامك انت وتفضيلاتك انت الخاصة كديزاينر. النقطة الاولى بتكون عبارة عن جافا سكريبت is a case sensitive scripting language. جافا سكريبت يا جماعة case sensitive، يعني حساسة لحالة الحرف، وده معناه ان استخدامك لحروف الكابيتال والسمول رح يأثر في الكود، بعكس HTML و CSS ورح يظهر تأثيره بشكل واضح. لو حبينا نمثل بمثال، عاملين variable اسمه علي، متغير اسمه علي وحطين فيه قيمة، وبعدين مستخدمين جملة استدعاء ومستدعين اسم variable زي ما هو الأصل والطبيعي فيها. لو أنا عملت refresh ما في مشكلة، وملف الكونسول ما في عنده أي مشكلة، الفاريابل موجود وما فيش أي مشاكل، عادي جدا. لو أنت جيت بقى عرفت متغير اسمه علي ورحت مستدعي متغير اسمه علي بسمول لوك وعملت كنترول اس، جيت عامل ريفرش، هتلاقي ان ما في شيء ظهره في الكونسول بيقول لك علي از نوت ديفايند. انا ما اعرفش مين علي ده، انت معرف لي متغير بكابيتال لوك علي، انا ما اعرفش المتغير التاني ده. فيا جماعه جافا سكريبت از كيس سنسيتيف لحالات الحروف دي، فخد بالك بالله وانت بتكتب جافا، وخد بالك جافا سكريبت وانت، وخد بالك وانت بتعرف الفاريبلز بتوعك، لانك لو عرفت متغير بكابيتال لوك سمول لوك الامور هتفرق معك، والنقط دي هنحصلها ان شاء الله باذن الله في خلال دقائق. الجانب الثاني، يمكن تكون انت اخدت بالك من ملف الكونسول لما كنا بنكتب var date و new date، فاكيد سالت نفسك سؤال اشمعنى date دي بسمول لوك واشمعنى date دي بكابيتال لوك. هنأصل المفهوم ده كمان شويه، بس الفرق ما بين date دي ده اسم متغير variable، واسم متغير في الستاندرز اللي احنا بنحكي فيها بنقول ان هو المفروض يبتدي بسمول لوك، انما date الكابيتال لوك ده تبع constructor، وفي قلب الكونستراكتور هنأصل مفهوم بنقول ان دي كلمه من الكلمات المحيوزه في قلب الجافا سكريبت. تمام، هو فاهم يعني ايه كونستراكتور، بس انت لو كتبتها بسمول لوك ديت مش هيفهم ان ده كونستراكتور، ان ده من الكلمات المحجوزه عشان تستدعي التاريخ اللي انت عايز، التاريخ اللي دلوقتي متظبط على الجهاز. دايت الجانب يا جماعه، وده موضوع، وخد بالك بلاقي موضوع توجيه في الكود. موضوع توجيه في الكود يعني ايه؟ يعني اهو انا يعني بص، لو انا عملت كنترول اس ورحت عامل ريلود، انا مش عامل بريك، يعني الكود بتاعي هيبقى سليم، الكونسول سليم وهالو وورلد، وبعديها بشكل مباشر التاريخ سطر داي مش عارف 1 جولاي 2017 هو ايجيبشن الكلام ده، انت اخدت بالك من السيناريو الجميل ده؟ طيب بص بقى، بوظ لي المتغير وعرف لي مثلا متغير وسميه سمول لوك واعمل كنترول اس، حلو كده، واعمل ريفرش، هيقول لك نال انا ما اعرفش متغير اسمه علي. طب ماشي، المشكله في السطر، المشكله في الفاريبل ده، طب تحت سليم، مفيش تحت سليم، طالما في سطر برمجي مش متظبط بقيه الكود مش هيكسكيوت، مش هيبقى، مش هيتنفذ بشكل سليم. اوقف بالله تاني، حل لي مشكله السطر اللي ضايع ده وبعدين انا اكمل لك اكسكيوتنج بشكل سليم. زي جافا سكريبت ده تعتبر مشكله من ضمن المشكلات، لو انت برضه كنت شغال اوبجكت اورينتد هتلاقي ان الحاجات دي هتلمسك او هتلمسها بشكل كبير. فلو سطر برمجي فيه مشكله هيوقف مساله الاكسكيوتنج للكود بالكامل لحين ما حضرتك تظبط السطر اللي فيه المشكله دي. ده جانب، ده بخصوص مساله الكيس سنسيتيف في جافا سكريبت. الجانب الثاني يا جماعه، رول جميله خلاص بيحكوا فيها اسمها الكامل كيس. الكامل كيس ده تمهيد لموضوع جميل خالص من الجمل اللي هو ليه سنمين، فكل سنم بيشيل حرف السي، يعني ايه؟ هي المفروض انها تبقى كامل سي كابيتال والسي كابيتال والكيس كابيتال، يعني على جان الجمل، يعني عارف انت؟ ده معنى ايه؟ بالكلام عن الحروف الكابيتال والسمول والحروف العاليه والواطيه اقصد المنخفضه، مساله التعارض في التسميات ما بين المطورين، كل واحد لآليه ولطريقه بيسمي بيها الفاريبلز تبعه. الطريقه دي بمنتهى البساطه معناها انه لما يكون عندك متغير، ركز معايا بعد اذنك، او معادله، ها، يبقى فاريبل او فانكشن او ميثود، يبقى يا متغير يا معادله يا طريقه، ها، وهنفهم يعني ايه الكلام ده خلال لحظات او على مدار التوتوريال اقصد، بيتكون من اكتر من كلمه واحده، ها، يعني مثلا كامل كيس تكست كده، يعني اكتر من كلمه واحده بتحط كل الحروف مع بعض،
يعني بيبقى اسم المتغير كله جافا سكريبت وايت سبيسز، عارف انت بتحط كل الحروف مع بعض وبتفصل ما بين كل كلمه والثانيه بان اول حرف من كل كلمه بيكون كابيتال لوك، اول حرف من كل كلمه بيكون كابيتال لوك باستثناء اول حرف، باستثناء اول حرف، فدايما بيبدا بسمول لوك. ده فين؟ ده في حاله انك بتعرف متغير او فانكشن او ميثود، الثلاثه دول بتمشي بيهم بالقاعده دي. لو انت عندك بتعرف متغير او معادله او هو ثاني اهو، بتعرف فانكشن اور فاريبل اور ميثود، يا متغير يا معادله يا فانكشن ليها اكتر من كلمه، بتجمع الكلام كله في صف في 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 سطر واحد في جمله واحده، ها، وبتفصل ما بين كل كلمه والثانيه بان كل كلمه او بان كل كلمه بتبدا بحرف كابيتال لوك باستثناء اول حرف خالص بيكون سمول لوك. حلو كده. طيب الحاله الثانيه الكلاسات والاوبجكتات بتبدا بحرف كابيتال لوك زي ايه؟ زي موضوع الديت او ده كونستراكتور، ها، ده حاجه كده من ضمن الاوبجكتات، فده ده بيبدا بحرف كابيتال لوك. يبقى عشان تفرق ما بين الفانكشن، ها، والفاريبل، ها، والميثود والكونستراكتور اللي هي الاوبجكتس والكلاسز، ان الثلاثه اللي فوق دول كلهم بيمشوا بنفس الوتيره، بس بتلاقي ان اول حرف فيهم سمول لوك. حلو. لكن الكلاسات والاوبجكتات بتلاقي اول حرف فيها كابيتال لوك. طب الكونستانتس الثوابت، الثوابت بتلاقي كل حروفها ابر كيس، كل حروفها بتكون كابيتال لوك. ها، هو هنتعرف يعني ثوابت بس لما نعرف موضوع المتغيرات. ده نقط كده حاولنا نحكي فيها بشكل سريع. طيب جميل، ده الرول الثاني بتاع الكامل كيس، والرول دي هنحاول نقصلها في سيشن، في الحلقه اللي جايه، في الابيسود اللي جاي ربما، قبل ما او مش عارف يعني جاي او في هاوتو، مش فاكر بالظبط ربما يعني. طيب الحاله الثالثه بتكون عباره عن جافا سكريبت اون وايت سبيسز. مساله الوايت سبيسز في جافا سكريبت، جافا سكريبت مش بتهتم تماما 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 بموضوع الوايت سبيسز، يعني الموضوع فري خالص. اثبت لك يعني، ادي شايف اهو، انا همسح اليساوي وهمسح اليساوي هنا برضو وهمسح اليساوي هنا برضو وهعمل كنترول اس وهرجع عند الكود تبعي واعمل ريفرش، ما حصلش اي شيء، عادي جدا يعني. بس يعني هنا كاتبين اربع سطور مش هتفرق فيها، بس انت كاريحيه والموضوع يرجع اليك، كونك انك تاخد مسافات ده هيريح انقرائيه الكود تبعك، لاني نفس السيناريو بيحصل، مش انت بس اللي بتكتب الكود، مش انت بس اللي بتقرا الكود، في ناس بتقرا الكود بعد منك وفي ناس بتشتغل على كودك، فليه يعني؟ ريح نفسك وريح غيرك وخد وايت سبيس. جافا سكريبت نوت كير، دازنت كير مساله الوايت سبيسز دي، نقطه في صالحك. فيعني ادي لنفسك مساحات وانت بتكتب الكود بتاعك. ده بالنسبه لمساله الوايت سبيسز في جافا سكريبت. الجانب الثاني يا جماعه بيكون جافا سكريبت اند سيمي كولن. السيمي كولن، مشكلة السيمي كولن عند الجافا سكريبت، هقول لك ايه؟ هقول لك وانا بجهز الكونتنت بتاع المحتوى كنت مستغرب خالص، لما الانستراكتور بيقول تقنيا جافا سكريبت مش عندها مشكلة خالص مسألة السيمي كولن. يعني عادي خالص مش مشكلة. يعني بص انا شلت السيمي كولن، هشيل كل السيمي كولنز واعمل كنترول اس وارجع للكود تبعي واعمل ريفرش ولا كأن في أي حاجة حصلت. يبقى جافا سكريبت زي ما هي doesn't care مسألة ال ها، لكن برضه مش بتهتم مسألة السيمي كولن تكنيكالي، لكن الموضوع ده يرجع لك أنت علشان تعرف إن ده نهاية السطر البرمجي. إحنا بنعملها ليه؟ يعني كل احرص على إن بآخر السطر البرمجي بتحط فيه سيمي كولن علشان تعرف ان السطر ده خلص او ان السطر ده لسه ليه يعني لسه مستمر على اكتر من سطر تاني. ده بتعرفه لما ما تشوفش في اخر سطر سيمي كولن، ده معناه ان هو اكستندد على كام سطر تحت منه، وده اللي بنشوفه لما بنعمل فانكشن او بنعمل اكتر من فانكشن او بنعمل نستد مثلا لوب ولا الكلام ده، فبتلاقي ان المساله تدخل معاك في اكتر من سطر، وساعات جوه اللوب بتعرف متغير وجوه المتغير بتعرف فانكشن والكلام ده، بتلاقي المساله وسعت معاك، فانت عايز تعرف اولك فين واخرك فين. فعشان كده ريكومندد او بريفيرد انك تحط السيمي كولن عشان تسهل برضو عليك انت نهايه السطر البرمجي. ومن تاني بنهايه السطر البرمجي احرص على انك تحط سيمي كولن، وبرضو يرجع لاستخدامك الشخصي او رؤيتك الخاصه بكتابه الكود. الجانب الاخير بيكون عباره عن الجافا سكريبت اند كومنتس، تعليقات.
مش هكتر كلام، بنقولها في كل لغه برمجه. التعليقات يا جماعه مهم، مهمه جدا، مهمه جدا 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 جدا. ولينا حلقه سيبريتد على التعليقات، وبالمناسبه التعليقات هي عباره عن نسخه طبق الاصل من CSS، يعني مش هنخترع جديد. هم السنجل لاين ليها طريقه، والمالتي لاين ليها طريقه، وهم كده كده اتكلمنا عنهم في قلب جافا، في قلب CSS قبل كده. هنحاول نوصلهم مره ثانيه للناس اللي ما شافتش كورس CSS وعايزه تمشي معانا في كورس للجافا سكريبت سيبريتد. ربنا ييسر. دورات مجموعه الرولز حابين نبدأ بيهم او حابين نراجعهم كده قبل ما ندخل على جافا سكريبت عشان نكون في الصورة، يا رب اكون افدت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.